لذلك بدنا من ابو محمد كلمه ونسمع كلمه وموقف حقيقي من اعضاء البلديه ابو حازم وام محمد وكل اعضاء البلديه، واحنا وراكم. بعدين اسمعوا كلمة، اسمعني دقيقة. كلمة انه نتضامن، نتضامنش. تعرف ليش؟ هذا بيتضامن، بكتب كلمة على الفيس لواحد موجود في اوكرانيا. احنا هون بلدنا واخواننا واحبابنا اللي بيتبهدلوا، احنا بنوقف معهم جسد واحد، والا والله اكلته يوم اكل الثور الابيض وبس. سكر البلد بكره بس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله كافينا والله حامينا والله حافظنا، هذا أولا. وثانيا، نحن لن نقف مكتوفين أيدي أمام انزلاق البلد إلى ما لا يحمد عقباه. البلد تنزلق إلى حمام من الدم، وإذا بدأ الدم في الخليل، الخليل يا أخوان ليست كأي بقعة في فلسطين أو في الأرض. إذا نزل الدم في الخليل، نزل الدم يا أبو محمد، نزل الدم. يعني بتستنى يموت عشان نقول نزل الدم؟ نزل الدم. صلوا على النبي. نحن على الحافة. يجب أن نقف عند مسؤولياتنا، يجب أن نقف لنمنع هذه البيئة الحاضنة والمحرضة والعاملة للوصول إلى ما لا نريد. نحن يجب أن نكون وحدة واحدة، متكاملين، متكاتفين، متضامنين لحماية البلد وحماية أبناء البلد بكل ما أوتينا من قوة، حتى لو قدمنا دماءنا وأرواحنا لنحفظ هذه البلد موحدة ولا تنزلق، لأنه إذا انزلقت لا يمكن أن تعود. الخليل معيار الوضع في فلسطين، إذا انهارت الخليل انهار الوضع كله. أنا بحكي لكم إياها وتأكدوا تماما، إذا انهارت الخليل لن يبقى وطن ولن تبقوا في هذا الوطن. نحن غدا ان شاء الله احنا اعلنا، طبعا اعلنا اضراب شامل ما عدا عمال النفايات وما عدا الطوارئ ورفع التعديات، حتى لانه اكيد يعني عيب اذا واحد ينزل يبصر في وضع زي هيك. اضراب شامل للبلديه ولا للبلد؟ لكل البلد، لكل المحلات التجاريه، لكل الحركه في البلد يجب ان تقف. وايضا انا من الان ادعو اعضاء المجلس البلدي 15 كاملين ان نلتقي في البلديه ونعمل مؤتمر صحفي واحد لنخاطب الناس اننا حريصين على هذه البلد، وانا لا ادعي انني أكثر حرصا من غيري، كلنا حريص على هذا البلد، ويجب أن نراجع أنفسنا ونقف أمام مسؤولياتنا حتى نحمي أبنائنا ونحمي أنفسنا ونحمي أهلنا ونحمي وطننا ونحمي بلدنا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ابو يزن بده يحكي كلمه، بس قبل ما يحكي كلمه بس دقيقه يا شباب، انا بديش احرج ابو يزن هون، انا مش عايش يعني، انا بعرف انه ابو يزن فتحوا كل شيء، بس الامانه مش بوجهه بحكيها، انا بعرف انه بيفهم في البلديه ومهندس وكل شيء، انا اللي بدي اقوله كلمه واحده، انه قدمتوا استقالاتكم لسبب اداري ومعروف وكذا والى اخره، وجهه نظر وتحترم. لكن اللي بدي اقوله، سجل موقف للتاريخ، قول حتى تحل هذه الازمه احنا راجعين للمجلس، انا بعرف انه معك اعضاء ومش سهل انك تاخذ القرار بموقف.
وأنا بقول لك سجل موقف للتاريخ حتى نوقف هذه الفتنة عن هذه البلد، وبعديها بعد ما تنحل هذه الفتنة ويتسلموا الجناه حقك وتستقيل، وبتضل موقف للتاريخ وسجل حكمكم، وإحنا بنسمع كلمتك أبو يسر. كثير بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية احنا بنقدر مشاعركم جميعا، لانه ما حصل مع اخونا وصديقنا، يعني انا عن هناك علاقة صداقة مع اخونا عبد الكريم فراح، اليوم هي عملية للأسف وبلطجة بشكل واضح واعتداء بشكل واضح واعتداء على شخص منتخب. اعضاء المجالس البلدية المنتخبة لا تعامل هكذا. أنا بعتقد بأن أبناء مدينة الخليل خاصة وأبناء الشعب الفلسطيني عامة اليوم بيستنكروا ما حصل مع أخونا وعزيزنا الأخ عبد أبو عبيدة. هذا عمل مدان جملة وتفصيلة. نتمنى ما نتمنى أن تكون هذه الحادثة الأخيرة، وأن يكون هناك ملاحقة من قبل الأمن لكل المعتدين على أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالأخص المعتدين على مرافق البلدية والمعتدين على أخونا أبو عبيدة. وأيضا نتمنى من العشائر أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه أبنائها، وأن ترفع الغطاء العشائري عن كل شخص يقوم بالاعتداء على الأموال العامة وعلى الأشخاص. بالنسبة لموقفنا في مجلس بلد الخليل، كل المبادرات، وكان أنا بالمناسبة هناك لقاء مع أخونا عبد الكريم فراح مساء اليوم بمبادرة من بعض الإخوة، يمكن كانت تمام الساعة 10:00، حصل ما حصل، وأنا دخلت على أخونا في غرفة قبل ما يدخل غرفة العمليات وتحدثت معاه. بنوعد أن الأمور إن شاء الله تكون في الاتجاه الصحيح، التي تكون فيها الخليل مؤمنة، أن تكون فيها أن نحافظ على السلم الأهلي في داخل مدينة الخليل. قد نختلف في بعض الأمور الإدارية، وقد نختلف في بعض الأمور التي تخص بلدية الخليل، ولكن لا نختلف بأن الدم الفلسطيني هو دم أحمر، ولا نختلف ولا نعاقب من فرغ نفسه من أجل خدمة أبناء شعبه وعمل أن ورد أن يعمل أن يكون عضوا في مجلس بلد الخليل، لا يعامل أن يتم الاعتداء عليه وحرق سيارته. نتأمل أنه الساعات القادمة تحمل أخبار مفرحة باتجاه إلقاء القبض على الجناة، وبتمنى منكم جميعا أن تكون رسائلنا رسائل ود ومحب محبة. وسائل التواصل الاجتماعي الكل يشارك فيها والكل موجود فيها. أتمنى منكم جميعا أن تكون هناك رسائل ود لأبناء شعبنا في مدينة الخليل بتحمل المسؤولية، وأن لا يكون هناك أي إشعال للفتنة. هناك من يتربص بنا جميعا، هناك من يتربص في بلدية الخليل، هناك من يتربص في أبناء الشعب الفلسطيني. نشكركم جميعا، إحنا موجودين منذ اللحظة الأولى مع أخونا عبد الكريم فراح. إن شاء الله الأطباء خلال ساعة بيطمنونا على وضعه الصحي، وبنكون كمان معاه، وإن شاء الله في أخبار مفرحة لكل أبناء الشعب.